بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حنتعرف على تاج اسمه تاج EM. لاحظ الآن لو كتبت أنا عبد الله وكتبت هنا مثلا ويلكم، لاحظ لو شغلنا ايش اللي يصير. شوف عبد الله كيف جات بشكل غير عن الشكل ويلكم. يعني لو كتبت أنا هنا مثلا to my program ورجعنا طالعنا للنص تلقى شوف كيف الفرق بينها. EM اختصار لكلمة EM، هذه اختصار لكلمة M انفاسز، يعني تركيز. يعني لو عندك سطر مهم في النص وتبغى تركز عليه تحطه بين انفاسز على اساس يجي شكله مختلف عن البقيه، وهذا معنى EM. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.